أحلى ما في العيد أني ألتقي بصديقاتي ونقضي وقت ممتع مع بعض. أحلى ما في العيد هذا صلاة العيد في المصلى مع أهالي القرية. أحلى ما في العيد تخييم مع شباب العائلة وأكل الشواء طبعا. أحلى ما في العيد أني أنا أكثر واحد أحصل عيدية في البيت. أيام العيد أحلى إذا نقضيها بدون حوادث المرور. كل عام وأنتم بخير.